صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور سات جوردان وعلى تلفزيون ونور سات وتيلي لومير. بنصبح عليكم في هذا اليوم المبارك اللي بنتمنى أنه تكون يوم جميل هادي ورايق وينعم بالسلام والطمأنينة، لأنه حلقتنا اليوم عن السلام، سنتحدث عن السلام. ومعنا ضيوف أعزاء علينا من الآباء الكهنة اللي رح يحدثونا عن معنى السلام والسلام الحقيقي. طبعا نحن تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع، لكن اليوم بدنا نظرة أخرى عن هذا الموضوع، ما بين سلام المسيح وسلام العالم، وما الفرق بينما السيد المسيح قال جئت لألقي سلاما طوبى لصانعي السلام، وأيضا ماذا والآية التي تقول سلامي أعطيكم سلامي أمنحكم وليس كسلام العالم. إذن من هون من هاي الآية في سلام المسيح وسلام العالم، رح أبانا الكهنة رح يخبرونا عن هذا الفرق. طبعا قبل زي عادتنا كل يوم أو كل أسبوع بحلقتنا أنه نطلع على النشاطات اللي كانت خلال هذا الأسبوع. فمثلا أمس كانت في صلاة خدمة الخليقة، خدمة الصلاة من أجل الخليقة، فمن كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية، وكانوا مشاركين فيها رؤساء كنائس الأردن، وكان احتفال رائع واهتمام الخليقة واهتمام العالم بالخليقة واهتمام حتى الكنائس بالخليقة. وقداسة البابا اهتم جدا في الخليقة وكتب كتاب بهذا الخصوص، لأننا مسؤوليتنا كمؤمنين ومسؤوليتنا كبشر ومسؤوليتنا كناس عم بتعيش على هذه الأرض وهذه البسيطة، عليهم هذه المسؤولية أنهم يحافظوا على الأرض اللي بيعيشوا فيها ويتركوها مثل ما ربنا أراد لها أن تكون، مثل ما خلقها. وصعب طبعا أنه نرجعها زي ما خلقها، لكن ممكن أنه هذا يصير مع الوعي ومع التوعية ومع الإدراك والصلاة من أجل الحفاظ على هذه الأرض تكون آمنة صالحة للعيش، ونتركها صالحة للعيش للأجيال المقبلة. فهي مسؤوليتنا نحن كجيل بالوقت الحاضر عم بعيش على هاي البسيطة وعلى هاي الأرض، على أساس أنه نتركها لأولادنا أولاد أولادنا أنها تكون صالحة للعيش فيها. وأيضا هناك طبعا كنائس الأرثوذكسية على الطقس الشرقي الآن عندهم عيد الصليب، فيحتفلون بعيد الصليب، واليوم في احتفال سننقله مباشرة على صفحتنا نور سات جوردان بعيد الصليب من النادي الأرثوذكسي الساعة 6:30 مساء. فالصلوات الآن وعلى صفحتنا بث مباشر من كنائس متعددة أرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب المقدس. طبعا في النشاطات الأخرى حسب البرامج اللي عم نطلقها، وأيضا حسب نشرتنا الأردن في أسبوع، تجدون التقارير كلها نازلة على صفحتنا اللي بيحبوا يتابعوا. في شغلة كتير حلوة يعني أنا حابة أني أضوي عليها، أن الكنيسة ككنيسة وأيضا في الأمم المتحدة، نحن على مستوى الأردن جلالة الملك بالأمم المتحدة في خطابه طبعا أثار موضوع مدينة القدس اللي هي مصدر قلق ملح، كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمة له في الأمم المتحدة في أمريكا، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم، وأن تقويض الوضع القانوني والتاريخ القائم فيها بسبب توترات على المستوى الدولي وبعمق الانقسامات الدينية لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخ القائم فيها وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة. وكقائد مسلم دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس. اليوم المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر
فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا. هذا النص جاء بكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني عن مدينة القدس والوضع الآن في هذه المدينة. المسيحيين مهددين، الأماكن المقدسة مهددة، فهناك مشاكل، هناك ما في سلام في مدينة السلام اللي المفروض يكون فيها سلام، ما في سلام. وهذا برضو كمان سوف طبعا نمر عليه، إنه لماذا ما في سلام في هذه المناطق، ولماذا ما في سلام بالأرض، لماذا في حروب ومصائب ونزاعات وانتهاكات وألم بكل المناطق اللي عم تعيش عدم السلام. وممكن نعيش السلام، طبعا أبائنا الكهنة رح يخبرونا ما هو السلام الذي أراده لنا الله، وإذا حققنا السلام اللي أرادوا لنا الله سنحقق السلام في العالم. طبعا الكرسي الرسولي كمان في خبر تاني يوم السبت حكى عن ما حصل في جنازة الصحفية شيرين. فأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في خطاب ألقاء أمام الدورة 77 الجمعية العامة بالأمم المتحدة وللتنمية الملتئمة في نيويورك حاليا، أن الكرسي الرسولي لا يتوقف عن قلقه بشأن قضية الفلسطينية والصراع الذي تولده، ويرغب في التعبير عن قربه من الشعب الفلسطيني بسبب المعاناة التي سببها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال الاشتباك بين الجيش الإسرائيلي وبعض الفلسطينيين بتاريخ 11 أيار في جنين، والتي كانت أبو عاقلة توثقه ببساطة. وأضاف أن الكرسي الرسولي لا يعبر عن أسفه الواضح فقط إزاء عملية القتل تلك، بل وأعمال القتل الأخرى التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يمكن أن ينسى التعبير عن الرعب مما حدث في جنازة الفقيدة شيرين التي أثارها موقف غير مقبول ومجوب تماما على جزء من الشرطة، مؤكدا أن كرامة واحترام المتوفى يسبق أي اعتبار لأمن، ومن يفشل في ذلك لا يمكن أن يكون مسؤولا عن النظام العام. يعني أنا حبيت هدول الأمور أنه نثيرهم، لأنهم جديرين أنه نضوي عليهم ونؤكد عليهم أن هناك من يعمل من أجل السلام. الكنيسة مهتمة بموضوع السلام، وخاصة السلام العالمي أو سلام الدول. ممكن مش طالع بإيدهم كتير يسووا. جلالة الملك مثلا، جلالة الملك بيحاول بكل المحافل يحكي عن موضوع السلام، بيحكي عن موضوع القدس، وأيضا اللي عم بيصير في القدس من انتهاكات ومشاكل وضرب وقتل، لأنه هو يحمل مسؤولية ومتحمل هذه المسؤولية، وممكن كثيرين زعلانين أو بتضايقين من هذه المسؤولية المتحملها جلالة الملك، لكنه هو لا يخاف من هذه المسؤولية ومتحملها منذ سنين، ومن عهد الهاشميين متحملين وحاملين مسؤولية الوصاية الهاشمية. طبعا احنا مناش نحول الموضوع سياسي، لكن موضوعنا عن السلام، وكله بصب في موضوع السلام. تحدثنا سابقا عن موضوع السلام في نفوسنا، وكيف يعيش الإنسان السلام بالإيمان بالتوبة ومعرفة الوصايا وعمل بها. فهذه ركائز السلام الداخلي اللي بيعيشه الإنسان. طبعا احنا مش رح نطلع عن هذه البوتقة أو عن هذه العناصر المهمة في موضوع السلام، لكن نبدأ بالاتصالات. معنا بداية الاتصال شباب محضرينه. نحن استبقنا الاتصال قبل الصلاة، معلش نخلي الأستاذ الدكتور جلال فخوري ناخذ الصلاة هلا، وبعدين خلوا الدكتور على الخط. تفضل أبونا، احنا صباح الخير وبدلشنا بالموضوع قبل ما نصبح عليك، فصباح الخير وصباح سلام يا ربي ومحبة على الجميع. تفضل أبونا نصلي صلاة وبعدين ناخذ اتصال دكتور جلال فخوري. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا إله السلام والمحبة، اسكن قلوب محبيك. أيها الثالوث القدوس، أنزل سلامك في بلادنا، وانبذ روح الحرب والانتقام
كي يسبح شعبك دائما اسمك القدوس في كل مكان من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا رب. ناخذ الاتصال مع الدكتور جلال فخوري. صباحك نور دكتور. صباح الخير. وصباح الخير لأبونا شريحة. الله يخليك. بدي أقول شغلي الحقيقة قد تلفت الانتباه. نعم. أن طبيعة الإنسان الفيزيولوجية ما بتهيئ السلام كما أراده الله. بمعنى آخر يجب أن إذا كان إذا اعتبرنا أن السلام هو مجد الله فينا وعظمة الله فينا، فمن الطبيعي أن لا يكون في قاموسنا أمور يتعامل بها الإنسان الفيزيولوجي كالفقر والجهل والمرض والعبودية والظلم، ونضع محلها العدالة والمساواة وحب الأرض وحب الإنسان وحب جميع المخلوقات، كما قال قداس البابا إنه يجب أن نحافظ على البيئة وعلى التوازن البيئي من المخلوقات المتدنية. هذا جانب. الجانب الآخر، السلام ما لم يكن الإنسان متصالح مع نفسه لا يمكن أن يحصل سلام. ما معنى يتصالح عن نفسه مع نفسه؟ أن يشعر أن الله فيه داخليا، وهو اللي بيتكلم مش الإنسان اللي بيتكلم ولا الإنسان اللي بيعمل، الله يعمل من داخله. وبالتالي قضية السلام هي قضية مفهوم واسع جدا جدا، بحيث أنه لا يستطيع الإنسان الفيزيولوجي أن يلم في كل مفهوم السلام، لأن مفهوم السلام هو مفهوم سماوي، والسلم هو مفهوم أرضي. وإحنا ميزنا سابقا بين السلم والسلام. السلام نحن نبحث الآن نبحث عن السلام، لا نبحث عن السلم، لأن السلم من طبيعة البشر، وطبيعة البشر خاطئة بطبيعتها، لكننا نبحث عن الله فينا، نبحث عن مجد الله فينا، كيف يعمل مجد الله فينا، كيف عظمة الله تتحرك في داخلنا وتحركنا وتجود أعمالنا. هذا هو السلام اللي إحنا بنبحث عنه. أن لا يكون هناك ظلم ولا قهر ولا عبودية ولا اعتداء وحفظ حق الغير، وكل ما للسلام من معنى كما أراد الله، أي أن نكون نحن الله فينا، نحن الله فينا. حلو. أي بمعنى آخر أن نكون آلهة في أنفسنا ونعمل فينا كما يعمل الله فينا. حلو حلو. نعم. يعني المقاربة هاي يعني جميل ما تكلمت فيه دكتور. شاكرين لك يا رب اتصالك، وتابعنا اليوم كمان أيضا مع أبائنا الكهنة. الآن الشباب بحضروا الاتصال مع أبونا حنا كلداني أيضا للحديث عن السلام. فنهارك مبارك يا رب دكتور. شكرا لإلك. إحنا وياك إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا. طبعا مداخلاتكم يعني كعلمانيين وعم تحضرونا في هذه الحلقة اللي على الفيسبوك أو على التلفزيون، يعني منحب نسمع كمان أراءكم بموضوع السلام. بنحكي لماجد البير صباحك نور، سلام المسيح يغير حياتنا وبدون مقابل وإلى الأبد، أما سلام الناس لا أمان له يتغير مع المواقف. أم فادي إيفون حتر الله يسعد صباحكم، صباحك نور يا أم فادي. أم عادل النمري سلام المسيح في قلوبكم، كل عيد صليب وأنتم بألف خير، ربنا يديم عليكم المحبة والسلام على الجميع. وفادي حنانين يا صباح الخير. يوامير النبر سلامي أمنحكم سلامي أعطيكم. أمل السلمان سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، وسلام المسيح يحل في قلوبنا وبيوتنا ووطننا. وسلمى دبور وجميع من ما قدرت نترك مجال هلا للاتصالات. فمعنا صباحك نور أبونا حنا كلداني. ألو ألو. صباحك نور أبونا. صباح النور عليكم جميعا وعلى كل المستمعين. نورسات الله يسعدك. نورسات المستمعين على التلفزيون، نورسات وايضا على صفحتنا على فيسبوك. نحييهم جميعا. صباحك نور ابونا، علينا صوتك، دائما صوتك عالي. صباح نور ابونا جورج، كيف خلينا اياك يا ابونا.
أبونا اليوم حلقتنا عن معنى السلام، وكنا في حلقات سابقة تحدثنا عن كيف يعيش الإنسان كإنسان سلامه الداخلي وسلامه مع الله. واليوم في غضم الأمور اللي عم نعيشها والحروب التي نشاهدها ونعاينها، الانتهاكات، الألم، المشاكل، المصايب، الاعتصامات، المظاهرات والاعتداءات، في ضمن هذه البوتقة اللي عم نعيشها، ما معنى السلام؟ ربنا حكى لنا السيد المسيح: سلامي أمنحكم، سلامي أعطيكم، ليس كسلام العالم. فإذا هناك في فرق كان في بين سلام المسيح وسلام العالم. أكيد. فما معنى السلام أبونا؟ هو شيء سلام العالم، هو سلام يجمع كل الشعوب وكل الأمم. نعم. هو سلام مبني على البعد السياسي والمصالح الاقتصادية والسياسية، وبعض مرات هذا السلام هو القوي يغلب الضعيف ويأكل حق الضعيف. هذا السلام العالمي. السلام الداخل الذي يتكلم عنه السيد المسيح هو المصالحة، المصالحة بين الله والإنسان الذي تمت بيسوع المسيح على الصليب. نعم. فأنا عندما أقبل هذه المصالحة وأقبل كمسيحي السيد المسيح كفادري ومخلص لي، وأقبل بقيم هذا المخلص، أعيش هذا السلام الداخلي، فأكون بانسجام أنا كمخلوق، كإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، أكون إنسان مبتدا وأعود إلى الصورة الأصلية على قدر الإمكان، على قدر المستطاع، الصورة الأصيلة التي أرادها الله للإنسان بالخلق. وفسدت هذه الطبيعة بالخطيئة الأولى، بخطيئة الإنسان الأولى والخطايا المتراكمة. أنا عندما أقبل العماد وأقبل بقية الأسرار وأعيش قيم الإنجيل، أنا أنفتح من جديد على قيم الله وعلى حب الله وعلى خلاص الله في نفسي، فأقبل الله في حياتي، أرضى بالله في حياتي. المرحلة الثانية أن أقبل بنفسي، أقبل بوضعي، لا يعني أقبل بوضع الاستسلام لما أنا عليه، ولكن أقبل بحالي، بعمري، بوضع الصحي، بوضع المالي، وضع الاقتصادي، بمواطنتي، بكل هذه الظروف، على أن أسعى دوما إلى تحسين ظروفي. وهذا حق شرعي للإنسان أن يحسن وضعه الشخصي. والمرحلة الثالثة أن أدخل في مصالحة مع القريب. القريب ليس عدوا، الإنسان الذي يعيش بجانب، إن كان من عائلتي أو من غير عائلتي، من ديني أو من غير ديني، من وطني أو من غير وطني، أن أقبل بهذا الإنسان شريك. وهذا الإنسان بضوء الخلاص بيسوع المسيح هو بضوء محبة، وهو أرى صورة الله فيه. هكذا أبني السلام في داخلي وفي داخل الآخرين، أقبل بالآخرين، أقبل فيهم شركاء، شركاء في المحبة، شركاء في الخلق، شركاء في الوطن، شركاء في الدين، شركاء في المكان الذي أعيش فيه. فأقبل الله كشريك، كما قبل بي المسيح شريك. المسيح قبل بي شريك وقال للرسل: لا أدعوكم بعد عبيدا بل أحبائي. فأنا على غرار المسيح الذي قبل بي حبيبا وليس عبدا، أنظر إلى الآخرين، أنظر إلى الآخرين كأصدقاء وكشركاء وليس كعبيد أو كمنافسين. هذا هو السلام الداخلي الذي يعنيه المسيح. السلام الداخلي في نهاية المطاف، عندما أنام بالليل وأكون في اللحظات قبل النوم، أتذكر في هذه اللحظات كل علاقاتي وكل أعمالي وكل اتصالاتي مع الناس وكل مواقفي، وأعمل نوع من فحص الضمير الداخلي بيني وبين الله، وأبدأ يوما جديدا. ومار بولس يقول: لا تغيب الشمس على غضبكم. إذا حصل أنك غضب وسلامك الداخلي بينك وبين نفسك وبينك وبين الله ففي نوع من الخلل، في هذه اللحظات قبل النوم، قبل أن أبدأ نهارا جديدا وأستريح بالليل، أفرغ نفسي من كل الغضب، من كل الشرور، من كل الآثام، وأستغفر الله وأبدأ نهارا جديدا وشمسا جديدة وشمس ساطعة هي يسوع المسيح. يعني أنا بشكرك يا أبونا على هذا الكلام وهذا التوضيح عن كيف إنسان يعيش سلامه الداخلي. لكن بأيامنا الحالية
والمشاهد السياسية أو عدم وجود السلام السياسي ولا الاقتصادي ولا حتى الاجتماعي، يعني عم نلاحظ الإنسان يتخبط في موضوع السلام، وفي فرق بين السلام وأن يعيش السلم أو يعيش الهدنة. فما قول إحنا، هل إحنا يدخل موضوع الهدنة أو السلم المجتمعي بين مفهوم السلام اللي طلبه السيد المسيح أو اللي أراده لنا السيد المسيح؟ ففي فرق بين السلام والسلم والهدنة، يعني الحروب لما توقف بين هدنة يقول إنه عم بيعيشوا هدنة، أو مثلا اتفاقيات السلام اللي بتصير بين الدول، هل هذه تسمى سلام؟ هل هذا معنى السلام اللي بيصير بين هاي الدول؟ أولا، أحداث العالم التي نراها اليوم هي ليست أحداثا جديدة على الإنسان. الإنسان ينسى التاريخ وينسى الماضي. مثلا بدي أعطيك مثل بسيط. نعم. أعطيك مثل أو مثلين بدي أعطيك. أعطيك مثل من لبنان ومثل من أوروبا. المثل من لبنان، انفجار المرفأ في بيروت. نعم. ووقع فيه ضحايا كثيرين. نعم. أبرياء. كلهم أحبائنا وعائلات تضررت والاقتصاد الدمر اللبناني. هذا حدث كبير، ولكن في العالم حدثت أحداث أضخم منه. نعم. وأكبر منه. نسينا مثلا القنبلة الذرية على هيروشيما. أو حتى الحرب الحالية في أوكرانيا. والمثل الثاني اللي بدي أعطيه، قالوا أبونا جورج، الحرب الأوكرانية. نعم. الحرب الأوكرانية على كل مساوئها وعلى كل الدمار اللي حصل فيها لا تساوي شيء مقارنة بالحرب العالمية الثانية التي قتل فيها 50 مليون بني آدم، ودمرت مدن كاملة، بل شعوب كاملة ودول كاملة دمرت بالحرب. فإذا الأحداث اللي تحصل اليوم هي ليست جديدة، وليست جديدة على الواقع الإنساني. التاريخ كله عبارة عن أحداث حروب ودمار ومراحل سلم، مراحل ازدهار، بعدين تصادم مصالح، بعدين دول تسعى إلى التوسع، دول تسعى للمحافظة على مجال الحيوي، فتشن الحروب قد تنجح وقد تخفق، ولكن أحداث متكررة. نعم. واليوم في عنصر جديد اليوم، إنه هاي الأحداث اللي تصير في العالم هي بس مباشر أمامك حشاشة التلفزيون. أحداث الحرب العالمية عندما كانت تتم في الحروب من أوروبا إلى الشرق الأوسط، الناس كانت تسمع فيها بعض مرات في الجرائد في الأخبار ولا تراها مباشرة. أنت اليوم تعيش الحرب، تعيش أمامك في البيت على شاشة التلفزيون. ألا كل هذه الحروب موجودة هاي الحروب. نعم. أنا كإنسان مسيحي وكمؤمن بدي أول شيء بدي أؤمن بما يلي، إن الله يهيمن على التاريخ. نعم. ولكن بين الله وواقع التاريخ وواقع الحدث في سلسلة من الحريات البشرية، وفي سلسلة من القوانين الطبيعية. القوانين الطبيعية والحريات البشرية تؤدي بعض مرات إلى دمار وتؤدي بعض مرات إلى خير، وهذا مكمن حرية الإنسان وحرية القوانين الطبيعية اللي الله تعالى وضعها. نعم. والإنسان الله خلقه، ولكن الإنسان أفسد المنظومة الطبيعية التي خلق الله بالعصيان الأول. نعم. وأتى المسيح مخلص لنا حتى نخلص أنفسنا وندخل مفهوم الخلاص ومفهوم المحبة من المسيح إلى حياة الإنسان وحياة كل إنسان، المسيح وغير المسيح. نعم. وإلى حتى الطبيعة وإلى البيئة وإلى كل قوانين الطبيعة على قدر ما نستطيع. نعم. في قوى شر بالعالم، قوى شر بالعالم قد نفهمها أحيانا وقد لا نفهمها أحيانا. في حروب تحصل بالعالم. نعم. قد نفهمها ونفهم سبباتها، قد تؤدي ضرر لنا أو لغيرنا. نعم. ولكن نحاول أن نفهمها ونتعايش معها، لا نتعايش معها بمعنى القبول بالظلم والقبول بالحرب والقبول بالدمار والقبول بالفقر والجوع إلى إلى إلى, إلى آخره، ولكن أسعى مع كل أصحاب الإرادات الصالحة إن كانوا من المسيحيين أو من غير المسيحيين من كل دول العالم لبناء سلام نسبي، سلام ممكن، سلام معقول. وأنا كمسيحي وأنا كإنسان أيضا أضع إمكانياتي وأضع عمل الخير اللي بعمله، عمل الحسن اللي بعمله، أضعه كله لشفاء جروح البشرية، إن كانت هذه الجروح قريبة مني أو في مجتمعي أو في وطني أو في كل أوطان العالم. نعم. هذه
دوامة الحروب لن تنتهي، نخلص الحرب ونبدأ حربا جديدة. قد ينتهي الحرب في بلد ولكن قد يبدأ في بلد آخر. اليوم الإنسان كمان أيضا يعيش تحديات بيئية رهيبة جدا. نعم. عندك مياه، المياه الأنهار. نعم. مثلا بشرك للأسف الأول. نعم. مشكلة المياه في العراق، نهر دجلة والفرات. نعم. مشكلة نهر النيل في مصر. سيطرة تركيا من خلال السدود على الأنهار التي تصل إلى سوريا والعراق. نعم. أدت إلى الجفاف وأدت إلى تراجع الزراعة مع كل الحروب التي مرت أيضا في الأيام هذه على العراق وسوريا. أدت إلى دمار البنية التحتية والبنية الاقتصادية. كذلك مصر مهددة بالجفاف ونقصان مياه النيل وتدني مستوى المياه، نوعية المياه في مصر. الحروب التي دارت بين اللبنانيين والعرب وإسرائيل، جزء من هذه الحروب هي على مصادر المياه. ولبنان دفع ضريبة غناه بالمياه في الجنوب اللبناني. فهذه حروب تدور بفعل الإنسان وباستعمال الإنسان الخطأ للطبيعة وللمياه في الطبيعة التي هي شراكة بين كل الشعوب من خلال الأنهار. ففي خطأ بالطبيعة، في خطأ بالإنسان، في خطأ من الإنسان، خطأ حريد الإنسان، الإنسان الشرير، الإنسان الطماع. مزبوط. وهذا الطمع قد يبرز على مستوى فردي ولكن يبرز أيضا على مستوى جماعي ومستوى دول وسياسات دول. فأنا اليوم كنت في لبنان أو في سوريا أو بالعراق أو في مصر أو في أي دولة في العالم، تدفع إلى حد ما خطأ، ثمن خطأ حرية الإنسان وشر الإنسان وقوانين الطبيعة التي بعض مرات الإنسان يقوم ويسهم بدمارها وفي تخريبها وتؤثر على حياة الإنسان. أبونا، كيف منا نكون دعاة سلام زي ما حكى سيد المسيح طوبى لفاعلي السلام فإنهم أبناء الله يدعون، فكيف بدي أكون ابن الله وأكون داعي سلام؟ ما المطلوب من الإنسان المؤمن؟ أصنع بالدرجة الأولى، أصنع السلام في دائرة ضيقة. نعم. بين الزوج وزوجته. نعم. بين الأب والأم والأولاد. نعم. بين الإخوة والأخوات والأهل والأقارب، داخل الحارة الواحدة، داخل الرعية الواحدة، أنت صانع سلام. أنت في كنيستك، في رعيتك تكون صانع سلام، تقبل الآخر، تتفهم أوجاع الآخر، ألام الآخر، هموم الآخر، مشاعر الآخر، فتصنع هذا السلام الصغير نسميه. نعم. إذا بنيت هذا السلام الصغير أنا كإنسان وكمسيحي، بنيت في بيئتي المحلية في بيئة ضيقة، والآخر بنى في 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 بيئتي الصغيرة الضيقة. نعم. هذا السلام يمتد إلى العالم. نعم. هلا السلام العالمي كل واحد يسهم على قدر ما يستطيع. نعم. أكيد سامي أنا وياك أو بن جورجي سامين أنه سام رؤساء الدول. نعم. مش سام رؤساء الدول الكبرى أكبر من سام الدول الصغرى. أكيد. يعني سام بوتين. نعم. الرئيس الأمريكي. نعم. شو اسمه هذا؟ بايدن. بايدن هذا. نعم. بايدن وقبل ترامب. ليس كإسهام رئيس دولة صغيرة مثل لبنان أو زي الأردن. صح. أو دولة صغيرة في أفريقيا أو آسيا. فنطلب من الله أن ينور رؤساء العالم. نعم. بلادنا وغير بلادنا. أي نحمل الصلاة نحن ينور عقول المسؤولين، يضع فيها الرحمة والمحبة. نعم. ليس فقط يضع فيها المصالح المصالح وحقوق شعوبها ورفعية شعوبها. نعم. على حساب الآخرين. العالم ينظر إلى رفعية كل الشعوب. نعم. إلى رفاهية شعبه وإلى مصالح شعبه ومصالح غيره أيضا من طبعا الشعوب. تمام 100% صحيح أبونا. أبونا نحن يعني بنشكرك لهالكلام يعني الجميل اللي حكيته واللي يعني الممتع، وإن شاء الله أنه بكونوا المشاهدين استفادوا منه كيف نكون دعاة سلام بالرغم من ما نعيشه من حروب واضطهادات وقتل وانتهاكات وإضرابات والوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع الاجتماعي اللي موجود في على هذه البسيطة. بالرغم من كل هذا كيف أعيش السلام الداخلي برضو كمان هذا تحدي أمام الإنسان. وكل مجربنا والله موجود دوما.
نعم. وأنا كمسيحي وكمؤمن بالله أي مؤمن بالله في نهاية المطاف نعم يستطيع أن يعود إلى الله ويضع نفسه في إرادة الله وفي محبة الله ويكون فاعل سلام لنفسه ولغيره إن شاء الله. إن شاء آمين. الله أبونا شكرا لك أبونا. هلا هلا صباحك نور. شكرا لك. هلا هلا هلا. شكرا شكرا. يعني أبونا حنا يعني عرج على كل المواضيع اللي عم نعيشها وكيف أن أكون داعي سلام. نعم. أبونا هل بتعتقد يعني إحنا كمان متركناش الحديث لإلك فبنحكيك بهذا الموضوع، كيف ترى السلام أيضا، كيف أحقق أنا كإنسان بدي أكون داعي سلام، كيف أحقق هذا السلام؟ هل إنه السلام لما أنا بطرحه أو بدعو له هل معنات السلام إني أتغاضى عن الخطأ؟ هل موضوع السلام إني أنا أأجل البحث في مواضيع تثير بعض النعرات والمشاكل؟ في ناس كتير بضلها تقولنا أنا ما حكيت الحق عشان ما بدي أعمل مشاكل معه، أو أنا ما واجهته خلص بدي أعيش في سلام معه ما بديش أعمل مشاكل. أحيانا ننتقد الآخرين بسبب اختلافاتهم عنا ولكن نقبلها من أجل أنه نعيش بالسلام. هل هذا السلام اللي طلبه السيد المسيح؟ لأنه في آيات أخرى ما جئت لأرسل سلاما أو لأطرح سلام وإنما حربا. يعني هالحرب اللي طبعا في ناس كتير بتفهمها أنه كيف يسوع المسيح عم يحكي أنه أعطيكم سلامي أمنحكم، طوبى لفاعلي السلام، وبعدين بنفس الوقت ما جئت لألقي سلاما وإنما نارا. نعم. بداية ما هو السلام؟ نعم. كيف نحصل على السلام؟ السلام بداية على صعيد سلام المسيح وعلى صعيد سلام العالم. على صعيد سلام المسيح هو حالة من النعمة من السكينة، يعني شهوة يشتهيها المؤمن أن يعيش فيها. هيهات بمجتمعنا أو بحياتنا، يعني في ناس كثير خصصوا هيئوا حياتهم إنهم يعيشوا زي الحلقة الماضية اللي حكينا عن النساك والرهبان. نعم. والملافنة الكنيسة الأولين والحاليين والحاضرين، إنه في ناس فضوا كل انشغالات العالم، استطاعوا أن يفضوا انشغالات العالم، قالوا إحنا خدمنا العالم بما يكفي، بدي اليوم أنتقل إلى الخلوة الروحية. حالة السكينة هاي تتطلب من الإنسان ضبط شهواته، ضبط انفعالاته، ليسمح لروح الله أن تسكن في داخله، ويصبح الله مثل ما حكى الدكتور جلال قبل قليل أن يسمح لله أن يعمل هو فيه، وليس أبونا جورج اللي بصير يشتغل. لما بعيش السلام هذا اختبار حقيقي للسلام، إذا عن جد بحكي أني بعيش السلام بده يكون روح الله هي اللي بتحكي فيه، ولكن أنا بحكي هاي شهوة، هاي هات يعني دعوة من الله أن نعيش السلام، ولكن قديش إحنا بنقدر اليوم نتواضع ونحب ونطلع من أنانيتنا، نطلع من كبرياءنا، نطلع من أنا، وإنه الآخر خلص أحط البلوك، إنه حاولت أعطيته الفرص المتاحة وخلصت وانتهى، على هيك لازم أشطب هاي العلاقة، لازم أفتح صفحة جديدة بحياتي وهذا أمزق علاقتي فيه، أو هذا الشخص أحطه على الرف، أو هذا الشخص أحطه في إطار معين بفاصل ما بيني وبينه. يسوع المسيح قصد فيما جئت لألقي سلاما، الترجمة اليونانية للعربي، وبنشوف حتى بالترجمات العربية، يعني أنا بالتعليم المسيحي مع الطلاب لما بنوزع أناجيل، أبونا أنا إنجيلي بيختلف عن إنجيلها، ليش تختلف؟ يقولهم اللغة العربية واسعة، كلمة واحدة بعطيك 10 مرادفات وبتزبط وبتمشي، ذهب راح طلع خرج، كلهن كلمات بتعطي نفس الفعل. فإحنا ما في حرفية عندنا بالكلام، ولكن إنه ما في كان نص عربي من كتب كنسخة أورجينال، كلها ترجمات إجا. فأنا بحسها أن الكلمة وجهة نظر الشخصية أنه ما جئت لألقي استسلاما، وكلمة السلام لما بنيجي بنطولها من اللغات فبتكون مرنة شوية، يعني بمعنى ما إجي خضوع وخنوع، ما إجيت أنا تتظلكم نحكي زي ما تفضلت حضرتك قبل قليل ونحكي أنه أنا ما بديش أزعل حدا وأنا بدي أسالم العالم، لا، ما كلمة الحق لما تنطلب مني وأكون شاهد عليها بدي أحكيها إن شاء الله، بدي تسير ما يصير ويصير بدي أحكيها، وإلا بتكون كذبا ورياء لا سمح الله. نعم. أبونا في اتصال شباب معنا لأب جورج القائد. صباحك نور أبونا. يا
يسعد كاهن رعية الزرقاء. صباح السلام والمحبة. صباح زرقاوي. صباحك أبونا الله يخليك ويبارك. أنت أبونا نعرف عنك، أنت طبعا كاهن بكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، وأنت تشغل كأب روحي وراعي في كنيسة بالزرقاء ومدينة الروم الكاثوليك في الزرقاء، والمدينة الزرقاء تنعم فيها المزيج الأخوي بين المسلمين والمسيحيين، وأنتم كمسيحيين يعني وجود عددكم كمان في تحدي أحيانا بعيش المجتمع في هذه المنطقة في عيش إيمانكم، لكن الحمد لله بالأردن نحن نعيش في هذا هالمعاني الجميلة من موضوع السلام والوئام والمحبة والتآخي والأخوة والمواطنة، وكله في خدمة والمصلحة العامة. فكيف تجد أبونا جورج القائد، فكيف مفهوم أو ما هو مفهوم السلام في حياتك؟ أول شغلة يسعد صباحكم وصباح المشاهدين، وألف شكر لقناة نورسات، وبتمنى السلام عام دائما بأرض الأردن الحبيب. آمين يا رب. ولألكم ولكل الشعوب. بحب أستشهد أول شيء بالآية المشهورة بالكتاب المقدس يوحنا 14:27، السلام أستودعكم وسلامي أعطيكم. لا أعطي أنا كما يعطي العالم، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. عبارة هالسلام اللي مليانة حياة وهدوء وسكينة وطمأنينة وفيها كتير راحة بالرغم من الضيقات والمآسي والأزمات اللي شاهدها العالم خلال فترة الكورونا. نعم. ولكن هذا السلام أعطانا إياه السيد المسيح إله المجد لما سفك دمه على الصليب، ولما قال سلامي أستودعكم، وهي هاي كلمة معناتها أترك، من الترك، من التركة، من الوراثة. نحن منشوف لما الشخص بيموت بيترك يعطي ورث لأولاده. السيد المسيح لما مات على الصليب استودعنا أو تركنا، أعطانا الورث، للمفهوم أنه أعطانا السلام كميراث، أورثنا ذاته سلاما، لأن كما جاء في تعليم القديس بولس الرسول لأهل أفسس، إله سلامنا، إنه سلامنا. أعطانا هيدا السلام. ولما السيد المسيح فارق العالم ترك نفسه للآب السماوي، وجسده ليوسف الرامي، وتيابه للجنود الرومان اللي صلبوه، وأمه ليوحنا الحبيب. أما تلاميذه اللي هم نحن والرسل، فقد تركنا السلام، عبارة أعطيكم تشير إلى عطية سلام المسيح لإلنا مثل ما وعدنا يعطينا، يعني يعطينا هيدا السلام، السلام اللي فيه طمأنينة، السلام العميق الدائم. وهون بحب أستشهد بعبارة للقديس أغسطينوس بيقلنا إياها، لقد ترك الرب يسوع لنا السلام قبل ذهابه إلى الآب لكي نحب بعضنا بعضا على هذه الأرض، سواء كنا إسلام أو مسيحية، سواء كنا من أي بلد، لحتى نعيش هيدا السلام مع بعضنا. السلام، السلام للبعيد وللقريب، كما يقول لنا النبي أشعيا، سوف يعطينا سلامه عند مجيئه أيضا في نهاية العالم. هاي معناتها عبارة سلامي تشير سلامي إلى كنيسته. فسلام يسوع هو ثقة أكيدة في وسط هاي الظروف، وأي ظروف صعبة عم تواجهنا بالرغم من الأزمات، يمكن الوضع الاقتصادي، الكوارث اللي عم بتصير، الفاجعات الأوقات عم نصحى عليها، بالرغم من هيك يسوع بيعطينا هذا النوع من السلام، لا تخف لا من الحاضر ولا من المستقبل، سلاما يتركه لنا في هذا العالم عندما نؤمن أنه هو الذي سيهبنا سلامه في العالم الآتي عندما نراه كما هو. ويتميز سلام المسيح أنه لا يعطي هذا السلام غير المسيح، إنه سلام اشتراه لأن بدمه، سلام الضمير، سلام يحمي التلاميذ في وقت الاضطهاد، إنه سلام دائم لا يضعفه المرض ولا يسلبه الفقر ولا يفنيه الموت. هذا هو
سلام الرب يسوع المسيح، ميثاق أبدي هو سلام يعطينا دائما الهدوء وراحة البال. آمين يا رب. أبونا أنت هلأ في برعيتك وبكنيستك والمجتمع اللي عايش فيه وحتى في مدينتك وأيضا في البلد اللي عايش فيها، ما هو سبب غياب السلام في حياة الإنسان أو حياة المؤمن؟ أكيد بيجيك أشخاص كتير ومؤمنين كتير تعبانين دايما، أنا بيجوا بيصلوا بيتناولوا بيحضروا القداس بيصوموا، لكن دائما هناك تعب ودائما هناك مشقة ودائما هناك يعني بيضلهم ينتقدوا أو مثلا غير راضين عن الحياة ودائما مستائين وفاقدين الأمل وفاقدين الرجاء. ما هي أسباب هذا الشعور؟ وما هي زي ما بدي أحكي لك الإنسان المؤمن، ما هي الأمور الغائبة عن حياته لكي يعيش عدم السلام أو عدم وجود سلام في حياته؟ هي البعد عن الله. لما أنا ببعد عن الله وبصير أفكر بالعالم وبعطي أولوية لحياتي بالعالم أكثر من وجودي مع الله، بصير هون في اضطراب وقلق وخوف، لأني عم بحط ثقتي بإله هذا العالم اللي هو عالم زائل، عالم مضطرب، عالم يعطيني الخوف اللي هو زعيمه إبليس. ولكن عندما أكون مع الله فسلام الله يعطيني مثل ما قلت لك الطمأنينة بالرغم من الصعوبات والاضطهادات، بالرغم من القلق والخوف، بيملأني من جوا. لأنه ليش؟ لأنه الروح القدس بصير في داخلنا يعطينا سلام يسوع بقلوبكم، فتشير إلى مصدر الشعور والعواطف، تشير إلى أنه الشخص كاملا صار فيه هيدا الروح اللي بيخليه هو يقوده ويوجهه. يعطينا الرب السلام الذي يأتي من الروح القدس، ذلك السلام الذي يأتي منه ويساعدنا على احتمال العديد من الصعوبات الحياة. في هذه الآية هاي التعزية بتكون لأن بالرغم من أنه حوالينا كل عالم مضطرب، ولكن نحن بنكون بطمأنينة وثقة تامة بالرغم من هذا الشيء. كل ما منقرب من الله كل ما منكون فعلا نحن عم ننتلى من هذا السلام. حلو. السلام الأبدي. حلو. الدائم. بشكرك يا أبونا، شكرا لإلك ولهذا الكلام الرائع اللي بيعطينا هيك أمل وحياة أنه ممكن نعيش السلام، في أمل نعيش السلام، لكن علينا أن نتحلى ونتقرب من ربنا ونتحلى بهالصفات اللي ربنا طلبها منا أنه نعيشها من الإيمان والرجاء والمحبة. صباحك نور يا أبونا. صباحك نور أبونا. يسعد صباحكم وصباح الجميع، وإن شاء الله السلام بعم بكل العالم يا رب. يا رب إن شاء الله يا رب. السلام. إن شاء الله. يا رب منحنا السلام دائما. آمين. آمين. أبونا أنت بتشوف أبونا جورج، هل ترى أننا سنحيا السلام في العالم قريبا؟ يعني أنا بقول أنه يعني بالرغم من كل هاللي عم نشوفه وهيك، يعني تحقيق السلام مستحيل في هالخصومات وهالمصالح يعني زي ما حكى أبونا الجشع تاع الإنسان يعني صعب كتير، يعني لما بتطلع انه سلام تحقق في العالم شوط طويل بصير اذا على لحياتنا ولا حياه اولادنا ولا اولاد اولادنا يعني تعم السلام على هالارض. ما حكى ابونا حنا هو جزئيه داخليه تبدا من بيته الواحد، يعني احنا مش عارفين نعيش مع اولادنا سلام ولا مع عائلاتنا ولا مع عاطفة، فكيف الواحد بده ينطلق للسلام الكبير؟ فبده يشتغل على حاله عشان يعيش السلام هو اولا. يعني انا كشخص مش بس ككاهن، كإنسان نقطة على السطر، قديش أنا بستطيع أني أضبط المعطيات الحواس التعاطية مع الآخر، صبري طول أناتي احتمال المشقات، وفي ظل عيش الألم أقدر أعيش السلام، لأنه ما في حياة نضحك على بعض، ما في حياة بدون ألم بدون صعوبات بدون، وخصوصا بالظروف اللي عم بتعيشها العالم، تنازع على الخيرات الدنيا، الأشياء المواد الأساسية بالعالم، القمح والأشياء الأساسية عم بتشح، وعم بظل وجود الحرب بالبحر الأسود، صعوبة وصولها لمنطقة الشرق الأوسط، المشاكل تغير المناخي، كل يعني صعوبات عم تخنق وتنزل كاهل الإنسان. ف
فما بعرف قديش انه في امكانيه اليوم الواحد يعيش السلام الاممي، سلام العالم، بس على الصعيد الشخصي يستطيع، والامثله كثيره، يعني في ناس كثير عم بتعيش الهدوء والسلام بحياتها والسكينه والتعاطي. من يعني هي صقل بشخصية الواحد، لأنه مثلا في شخصيتهم ناس منفعل، مثلا أنا شخصيتي منفعل لما بحكي بالآخر اللي قدامك ممكن بيشوف أنه هذا رد فعل سلبي شوي، فقديش الواحد بيقدر يهذب من الكلمة. دائما أنا بحكيها خصوصا بالتعليم المسيحي، أنه نفس الكلمة بتقدر توصل رسالة للآخر بدون ما تعمل حرب بيناتكم، وبنفس المعنى أنت مش صادق. بدل ما أقول الكلمة هذيك، الكلمة اللي بتجرح الشخص اللي قدامي، أقول له أنت حكيت لي، أوصل له أنه أنا فاهم أنه أنت ما حكيت الحقيقة، ما حكيت الصحيح، أنت ما بتضحك علي، أنا فاهم، بس أنا ما بدي أجرحك. وهي الواحد يفكر قبل ما يحكي وينتقل كلماته بحياته. هاي صعوبتنا بالحياة، هاي مشكلتنا، أنه إحنا الله خلق لنا أذان تنتين عشان نسمع أكثر من لسان واحد عشان نحكي فيه، ومع ذلك بنحكي قبل ما بنفكر. هون بتصير الواحد دائما هو بفكر قبل ما بيحكي، ولا بصير أي نزاعات. يعني هو أبونا أنه أوكي أنت عم تغلط، أو أحيانا من الكلام مثلا، أو أنت بتخطئ لأخيك بكلمة مثلا أنه تجرحه أو الآخرية، هو التفاقم الموضوع بيصير لما أنا ما أعترف بهذا الغلط وأعتذر. كان ممكن أنه ينتهي هذا الخلاف وينتهي هذا السبب اللي سوى هاي تعكر هاي الصفاء، ينتهي من كلمة آسف، أنا بعتذر عن اللي صدر مني رأسا عند حينه، مش أني أحمله معاه وأخده معي على البيت ويكبر شوي شوي ويزيد يوم ويومين وثلاث وتصير مشكلة صغيرة. كان ممكن تنتهي بآسف، بعتذر عن الخطأ صدر مني من دون إرادة وانتهى الموضوع، صار في حالات السلام. إذن كبرياء أبونا، معنى السلام مو غياب الحرب، حرب والغياب المشاكل وغياب، معنى السلام وجود بر، وجود الله في هذه المواقف. أنا لما بيكون يعني عادة بقولنا ما هو الظلام، هو غياب النور. لا بس لا حرب ليس سلاما. لكن غياب السلام ليس يعني لما يكون في سلام يعني غياب الحرب، ولما يكونش في سلام يعني وجود حرب، لا مش هذا المعنى. معنى أن السلام موجود، يعني وجود البر موجود، وجود الله موجود بحياتي. لما بيكون الله موجود بحياتي وين ما بكون، أنا بيكون موجود معي بكلامي بلساني بسمعي بنظري بإيدي بإجري، وين ما بروح أنا بكون معي الله، بعمل مشيئة الله. طبعا لما بعمل مشيئة الله هذا من إيماني الإنسان، لما بيعيش هذا السلام الداخلي ممكن يصير بعدين يعطي سلام ويساعد بإعطاء السلام. في فرق قلنا بين السلام والسلم والهدنة والمسالمة، في فرق. لما بعيش السلام لازم علي قول الحق، لازم أحقق العدالة، أحقق أشيل الظلم. إذا كان في شخص أنا تدخلت معه على أساس أني أنا أعمل حالة سلام ومصالحة بين اثنين، لازم نحقق العدالة بين هدول الأشخاص التنين عشان يعيشوا هذا السلم. أما أني نأجل، معلش يلا أنت اعتذر منه وأنت اعتذر منه ولسه في المشكلة وفنجان قهوة أحل المشكلة وبعدين أأجلها، أنا ما بحل المشكلة، أنا عم بأجلها. وعلى أي غلطة ترجع تثار هذه المشكلة من جديد. عشان هيك لما بيدخلوا في أشخاص في مسالمة أو مصالحة أو أنهم يحلوا أمر أو مشكلة بين طرفين، إذا ما كانت المصالحة بتحقيق العدالة في هذا الصلح، هذا تأجيل، هشي ضعيف. نعم، هذا بموضوع تأجيل. وكتير إحنا في دول لما بنعمل معاهدات السلام والهدنة ونزع السلاح مثلا أو أنه وضع السلاح، هذا علشان هدنة أو وقت يعطى لهذه الدول علشان ترجع تعبي من جديد، تعبي أسلحتها وتعبي ذخيرتها والآخرة، هذا مو سلام. ومعاهدات السلام أكم من معاهدة في خلال 100 سنة على دور الجيل هذا من الجيل السابق، أكم من معاهدة سلام تحققت؟ يعني أنا عملت هيك بس سيرش بحث إنه أشوف المعاهدات السلام التي تحقق، كل معاهدات السلام نقضت كلها. إذن هذه ليست معاهدات سلام، هذه معاهدات هدنة أو معاهدات عيش سلم. بس مع السلام الحقيقي أحقق فيه العدالة، قول الحق، عدم وجود ظلم،
في تقسيم عادل بمخيرات هذا هاي الأرض. بتلاقي دول ضعيفة فقيرة ما في خبز عندها تاكل، ودول تنعم بالخيرات وتنعم بخيرات الأرض وبتعيش بهالرخاء الكبير وما عم تنظر للآخرين. ياما أكون عايش في رغد أنا في بيتي وبين أولادي وكذا، ويكونوا جيراني أو عارف عائلات محتاجة ما عندها مصاري، ما عندها لقمة خبز تاكلها. فأين السلام؟ أين العدالة؟ أين الظلم؟ لما بيكون مثلا راعي كنيسة يظلم أو أنه لا يحقق عدالة أو بتوزيع ما أو بنشاط ما وعشان أفكار شخصية أو إلى آخره، وبيولد القهر عند هدول الأشخاص، مثلا راعي كنيسة أو راعي البيت أو أب بالبيت بيميز بين أولاده، بيعطي هذا وما بيعطي هذا، بيصير في نزاعات بين الأخوة. هذا ما في سلام. اللي حكينا السلام بوجود ربنا بحياتنا بتصرفاتنا بكلامنا. ياما ناس ابتعدت عن الكنيسة بسبب مشاكل أو بسبب مواقف حصلت في الكنيسة وابتعدوا عنها. لماذا؟ لأنهم ما بدهم مشاكل، بدهم يبعدوا عن المشاكل وبدهم يبعدوا. لا، هذا خطأ. لازم أنا لما بدي أحقق السلام وأكون داعي سلام لازم قول الحق وما أخاف. ودائما دعاة السلام دائما منبوذين ومكروهين. ليش؟ لأنه دائما قول الحق على لسانهم، وأحيانا قول الحق يجرح. لما بكون إنسان خاطئ أنت أخطأت، لازم أنت تضبط خطأك. طبعا الإنسان ما بيعترف وما ما بقول عنه انه هو خاطئ وهيك. هذا هاي المجتمعات اللي عم بتعيش النزاعات والحروب. يعني قيسها الاشياء البسيطه اللي عم بتصير معك باليوميات، بكنيستك، ببيتك، بشغلك، مع موظفين، مع زملائك في العمل، مع الطلاب، مع زميلك في الدراسه، بالجامعات، في المدارس. بتلاقي هذا موجود على دور الدنيا، موجوده هاي الغيره والكبرياء من دور قايين وهابيل. قايين شو خطيئته كانت؟ الغيرة، الغيرة من أخي هابيل. فما منحقق السلام إلا بوجود البر عند ربنا. اللي بيهدد السلام هي الخطيئة. وكيف أكون أنا داعي سلام؟ أكون أنا ماشي حسب ربنا وإرادة ربنا. أبونا إذا في عندك إشي لا بس لنا في النهاية، يعني إشي بسيط جدا بس على موضوع مدينة السلام القدس وعلى كل اللي تفضلت فيه. يعني عن جد مبارح كان الوضع بالمسجد الأقصى مأساوي، يعني نعم. والاعتداء على المصلين بالطريقة الهمجية والطريقة البشعة هاي كان مسيء لكل مشاعر العرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. نعم. هي أورا باللغة العبرانية القديمة هي مدينة، وشليم السلام، مدينة السلام. نعم. اللي عمرها ما نعمت زي ما تفضلنا. نعم. ما نعمت بهذا السلام. والمسيحيين مثل المسلمين هناك كمان مضطهدين، وعم هي العنصرية القائمة على الفكر. نعم. يهودية الدولة والفكر اللي قائم مشكلة معضلة كثير كبيرة لأنها جيوسياسية قائمة على الأرض وعلى الفتات الأرض اللي أعطوها اللي يكون فيه من الشعب الفلسطيني موجود، وتقطع وصل المناطق مع بعضها البعض. كمان هذا بيسبب غبن، وحسوا العرب الفلسطينيين خصوصا والعايشين على أرض فلسطين حسوا بهذا الغبن، بهذا الظلم الكبير اللي تعرض له الشعب. اليوم قديش هدول بيقدروا اليوم يعيشوا السلام بداخل بيوتهم، بداخل عائلاتهم؟ هم الأشياء الأساسية مش متوفرة لهم، متطلبات العيش الكريم، بالضغط الاقتصادي، الضغط المعيشي. قديش هذا بنشوف الحرب هيك بتتفجر، هيك الناس لما يجي واحد بيهجم بسكينة على جيش، على جيش كامل، لما بيمسك الأطفال الحجر بيقوموا بيرمي الحجارة على جيش مصفح بالدبابات. يعني شو هاي اللا مساواة واللا عدالة؟ يعني جندي بدبابته مع طفل بحجر. قديش بنشوف هذا غياب السلام قديش بجرح. واليوم جلالة سيدنا مثل ما تفضلت حضرتك طالب العالم كله انه يقدموا الطرفين تنازلات، الطرف الامريكي خاصة الراعي الاول اللي كان مع عملية السلام انه ما يتخلى عن هذا الدور ويعود له ويجبر اسرائيل على انها ترجع لحل الدولتين ويكون في سلام وعدل ومحبة وتسامح بين الناس. وهذا بيأثر على كل شعوب المنطقة لانها كلها الحروب الاقليمية بالمنطقة سواء بسوريا او بالعراق او باليمن أو بليبيا اللي عم بصير قاعد كلها إله دخل في بعضهم البعض، وبيعيش الكل السلام وبنأخذ من فوائد السلام والرفاهية.
وهذا هو السلام السياسي يعني، لأن حكينا كثير بالروحانية قلنا نختمها سياسي. نختمها سياسي. أبونا نحن يعني بدنا يعني هيك نختصر الموضوع على المشاهد، ولأنه حكينا بأمور أخرى يعني كثيرة وتشعبت الأمور الناحية السياسية وعيش السلام بالعالم. طبعا حكينا أنه ممكن مستحيل هلا نشوف السلام في العالم ما لم تتحقق العدالة والحق وإرجاع الحق لأصحابه، لكن مثل ما تفضل أبونا حنا كلداني لما قال إنه ببلش من بيتي، وكيف بدي أبلش أنا من نفسي إن كيف أعيش السلام. طبعا بخلال تحضيرنا للحلقة وجدت إنه ما ممكن إنه نكون صانعي سلام ما لم أن نطبق التطويبات اللي حكاها يسوع المسيح إذا بتتذكروها، طوبة على الجبل تطويبات، فكانت التطويبات تقريبا دستور لحياتنا نعيش فيها السلام. فإذا ما طبقنا التطويبات حتى الأولى قبل ما نيجي على التطويب، طوبة لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون، لازم نطبق الستة الأولى، لأنه بعدين هو ترتيبهم ترتيب دستور ممنهج. يعني بدك تعيش التطبيب والتطويبة وحدة وحدة وتطبقها بحياتك عشان توصل للتطويب السابعة، طوبة لصانعي السلام. فلازم تعمل الستة أول ما لم تعالج الخطيئة في حياتك. والآن لما منقول طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، فأنت تبتدئ بموقف المتسول تجاه طبيعتك الخاطئة، فأنت تجلس في ركن وتقبع في الظلام وتمد يدك إلى الله، لأنك تعلم أنك لا تستطيع أن تكسب أي شيء بجدارتك. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، ثم أنك تبكي وتنوح، يتحرق قلبك ويتقطع على خطيئتك. ثم طوبى للودعاء، فأنت ترى نفسك أمام الله صاحب السلطان والقدوس، فتدرك أنك عديم القيمة. فالوداعة تنبع من الحزن الذي يأتي من المسكنة الناجمة عن إدراكك لطبيعتك الخاطئة، وفي تلك اللحظة من الوداعة فأنك تصرخ بسبب جوعك وعطشك إلى البر، فتحصل على رحمة الله. وعندما تحصل على رحمة الله تصير نقي القلب. حينما ما تصير نقي القلب يمكنك حينئذ فقط أن تصير صانع سلام، وهاي هي النقطة الجوهرية. فنحن بنتمنى للجميع أنه يكونوا صانعي سلام، علشان شو الجائزة؟ أبناء الله تدعم، عشان نكون أبناء الله ندعى. فأنا بشكر كل الأشخاص اللي كانوا متابعيننا اليوم على صفحتنا، إن كان على فيسبوك أو على التلفزيون نورسات تليلومير. بشكر الطاقم بالأردن والطاقم في لبنان على نقلهم هذه الحلقة، كل الأشخاص اللي بعثوا لنا صباحاتهم المباركة وأيضا متابعتهم، نشكرهم على هذه الحلقة. نشكر الاتصالات أبونا حنا كيداني وأبونا جورج القائد، وبشكرك أبونا جورج شرايحة. ربنا يحقق السلام في حياتكم، ربنا يحقق السلام في بلادنا ومجتمعاتنا وبكل العالم. داوموا على الصلاة من أجل السلام، فربنا يستمع ويستجيب إلى صلاة المؤمن الحرة. فصباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل من نفس الوقت يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. إلى اللقاء. يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة، والاتفاق حيث الخلاف، والحقيقة حيث
يوم.